أيها الحضور الكريم، شكر موصول لكل من لبى الدعوة وشرفنا بالحضور في هذا اليوم الأغر السعيد. تتشرف أسرة التعليم بمجموعة مدارس لجان أن تحتفي بأحد أقطابها، بل أحد أهرامها الشوامخ، ألا وهو المربي الفاضل الأستاذ علي محرر، الذي يسر له الله السبيل فأخلص النية وأدى الأمانة أحسن الأداء. فعلا لقد أثنى هذا الرجل ريعان شبابه في هذا الميدان الشاق والمشرف، ميدان التربية والتعليم. فكم من صفات رسم معالمها وشيد صرحها بعطائه المتميز، نصح الصغير والكبير، فهو صاحب الصدر الرحب والعقل الراجح، وهو مصدر الثبات والمروءة والتحمل والتفاني في آداء الواجب. كان ولا يزال يجود علينا بنفحاته الدينية العطرة وعظاته المنيرة ودعواته المباركة. نتمنى لصديقنا الفد طول العمر ودوام الصحة الجيدة ومزيدا من التألق في مساره الديني والدنيوي. ونسأل العلي القدير أن يجعل ما تبقى من عمره أفضل مما مضى. حفظك المولى ورعاك، ووفقك لحج مبرور وسعي مشكور، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم.